طيب بتتعمل المويه البيضاء بعمليه، نعرف من حضرتك اجراء العمليه دي. احنا خلاص بقى الطريقه القديمه هننساها، اللي هي المويه البيضاء الجراحه دي، وفيها خياطه وغرز، العمليه بتقعد ساعه والعيان الموضوع بقى بيقعد ابسط من شهرين كده. وشهر مغطي عينه والكلام ده، ننسى خلاص. المويه البيضاء دلوقتي احنا عندنا طريقتين جداد شغالين بيهم، يا اما بندوب المويه البيضاء بالموجات الصوتيه وبنستخدم جزء من العمليه جراحي، يا اما بندوب المويه البيضاء بالموجات الصوتيه والعمليه كلها ليزر من الالف الى الياء، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، اللي هو الفيمتو ليزر. الفيمتو ليزر عمل طفره يا دكتور احمد في الرمد، خصوصا في الرمد طفره غيرنا من الارض للسماء. يعني احنا بقينا بنعمل عمليه دلوقتي في 10 دقائق والانسان بيرجع شغله، انا بقول له بعد ساعتين شيل الغطاء من على عينيك، ساعتين شيل الغطاء اقول ساعتين ويخلص من المايه البيضاء، ساعه عربيته مروح، بيحط قطراته لمده 10 ايام او اسبوعين بالكتير، وشايف رؤيه شارب في كل حاجه. الجديد كمان في المايه البيضاء ان احنا مش معانا فيديو على فكره دكتور محمد يبقى يوضح لنا الفرق، هنوريه للناس دلوقتي يا ريت قوي. الفيديو ده مهم جدا لان هيورينا الطريقه التقليديه اللي فيها مشرط جراحي والطريقه الليزر اللي ما فيهاش مشرط جراحي خالص. الفيديو معانا. مهم قوي كمان ان احنا نقول للناس اللي عندهم قصر نظر شديد، اللي هو عنده قعر الكوبايه ده، ده لما يعمل عمليه المايه البيضاء بيستفيد حاجتين مهمين قوي، بيستفيد ان هو بيخلص من المايه البيضاء وبيخلص من قصر النظر كمان، الاثنين مع بعض. فده بعد العمليه مش هيلبس نظارات تاني خالص، مش محتاج نظاره يعني خالص. ولا نظاره ولا عتامه، ولا عتامه، فرؤيه صافيه ومجال رؤيه اوضح وشكل احلى من غير النظاره بكتير. فهو هيضرب عصفورين بحجر زي ما بنقول. طب الناس اللي عندهم استجماتيزم عالي قوي، اللي هو عنده استجماتيزم 4 درجات و5 درجات، بنقدر نعمل له المايه البيضاء لو عنده مايه بيضاء يعني، ونزرع له العدسه اللي بنزرعها تكون فيها درجه الاستجماتيزم بيصلح لحد 7 درجات كمان. فدلوقتي في عندنا عدسات بتتزرع جوه العين فيها باور للعدسه وفيها مقاس كمان بتاع الاستجماتيزم.